كما جرت العادة فاحنا بشكل تقريبا شهري كندوزوا عدد من الهواتف اللي كنديروا لهم خبرة تقنية فيما يخص الناس اللي كيشكوا ان عندهم تجسس او شيء من هذا القبيل. كاين الناس اللي كيبغيو انهم مثلا يرفعوا دعاوى قضائية او لا، وتخصو هو يعرف بعداش كاين واش نيت هو متعرض هذا معرض للتجسس ولا لا. فاحنا كنحاولوا ان نستنبطوا الأدلة الرقمية، وكنلقينا شي حاجة راه كنحرروا له، لقينا ما لقيناش كنعطيوه المحضر ديالو او التقرير عفوا ديالو وكيشوف ويمضي الى حال سبيله. هذا كان نهار بطبيعه الحال، لانه ماشي دائما انا اللي كنحرص على هذه التحليلات التقنيه، مدرب واحد الفريق اللي هو قادر على انه يقوم بنفس العمل، ولكن مع ذلك فانا كنراقب الشغل ديالي وكنحاول مره انه يعني ندير الخدمه بيديه. فذاك النهار فعلا جيت باش دوز هذاك التليفون، سبحان الله بعدا ملي تركبوه مع النظام اللي بغينا نستخدم باش غادي نخرجوا دوك البيانات، ما تيبغيش ديكونيكتا داك التليفون، تكونيكتا داك التليفون مع العلم داك الكابل خدام وكل شيء خدام، ما تيبغيش يخدم ليا داك التليفون. ولي الاشاره ان داك التليفون خوه مدوزينو يعني في العديد من الاحيان، يعني ماشي اول مره. فزينا هذاك، فالمهم انا لم هذا الشيء كله بالنسبه لي عادي، مشاكل يومية ديال الخدمة وصافي. خصنا نبطن الأدلة في إطار هذوك الأيام اللي أنا اشتغلت على هذاك الهاتف. فهذوك الأيام أنا بعدا كنت كيجيني كيما كنقولوا المصطلح الشعبي ديالنا داك بغطاط، كنت يجيني بغطاط ولا جاني عادي هذاك الشيء. حتى أنا تيجيني مرة داك بغطاط عادي، يعني من كاع حنا المغاربة كيجي مرة كيجيك هذاك الشيء. فإذا به المسألة فين غادي تغير المنحنى ديالها، هو انه هذاك السيد بغى ندير التقرير ديالي، غادي نعطيه الادله اللي استنبط وانه راه ما عنده حتى شي تجسس. وللاشاره انه حتى الادله اللي استنبطها من غير الهاتف، حتى الشبكات اللي كيتواصل مع الهاتف وهذا كل شيء هو هذاك، كل شيء نقي. من غير كما قلت حتى في الصوره قلتها انه كاين واحد النوع ديال البيانات اللي كنبغيو نستخرجوهم كيبانوا لنا انه متاح للاستخراج ولكن ما تيبغيوش يخرجوا، هذا هو اللي كاين. حاولت معهم تعييت، دزنا للمستوى ديال الشبكات، والمستوى ديال الشبكات كذلك هو تعطينا واحد يعني الا كان شي تجسس راه غيبان لك واحد الخادم ديال التجسس، ولا يعني التليفون خصو تكون هذاك اللي بغيت يجسس عليك راه خصو تكون طافي انترنت، يعني غنجبدوا شي حاجه بان لي ما كاين والو صافي راه الهاتف نقي. السيد قبل ما عرفتش 3 ايام ولا هذا، ماشي 3 ايام الان يعني من لقيته اللي كنا صافي غنسلموا ليه الهاتف، طلب انه عافاك منين بغي نسلم الهاتف نشوف السي امين. رحبت به جا جلس، طلبت من السيده جيب لي التليفون الرابور. قلت له تي سي فلان راه ما لقيت والو. هو يقول لي بدي راه كنت عارفك ما غتلقى والو. انا تما فين فهمتي علامات السي انت كيفاش ما لقيتي والو؟ قال لي صافي. قلت له والله تتقول لي قول لي كيفاش عرفتي؟ هو يقول لي ودي راه اش وقع لي واش وقع لي، راه واحد السيد من العائله ديالي راه جا طاح بالرياح كي تنقولوا، دار ليه رقيه، خرج كيدوي معاه واحد الشخص اللي قال ليه انت غير تابعني في حياتي هذا. قال لي وصلوا لمساله الهاتف، قال لي هذاك الهاتف اللي واش انا مديور ليا تجسس تما؟ قال لي اه. ليه راه داك الهاتف عندك مديور فيه تجسس ولكن راه ما غيلقى والو، وراه ما لقى والو. صافي هذا الشيء اللي انا ملي قالها تما انا بعدا تما بعدا طلعتني التبوريشه صافي. هو يقول لي ودي وصي الشباب انه راه هذا الشيء كاين، وانا راه سببي راه يعني سببي في هذا الشيء راه بنت وهذا صافي. تما انا صافي من تما انا وجهت هذيك الصوري وصافي، ورديت ليه الهاتف ديالو. واخا انه واخا عطيتو واخا رديت ليه الهاتف ديالو يعني دوزت شي ايامات صعيبه، من الحمد لله بعدا البارح بعدا ديال النهار يعني يوم الاثنين الحمد لله اول ليله عندي مزيان. انا استاذي دخل البارح صور تيصور معايا واحد السيد دخل حافظ قال لك 60 حزب راه هو دخل، قال لك هو ديما تيجي يصور عندي، قال لك راه دخلت انا البارح عندك، قال لي راه تنحس براسي تزنق ما مرتاحش راه الليل كامل وحنا طالقين القران في هذا البيرو. انا تنقول لك ما نعستش، تنتخنق تنهضر معك. دابا هذا الشيء راه تتعاود الناس كياخذوا كلام فارغ، هذا الشيء كاين صدق او لا تصدق هذا يهمك انت. لا 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 داك الشيء ما انا كما قلت لك انا بوحدي اللي كنت نتخنق حتى اليوم الاحد ثاني تخنقت، يوم البارح هو اللي نعس مزيان
ولكن اخويا ما نكتبش عليك طلقنا القران وشويه درنا درنا براسنا شي شويه. واش من نصيحه هذا دابا تعطيه النصيحه؟ انا يعطيني هي التسعه. انا عندي وليدات الله انا النصيحه اللي بغيت يجيب لنا شي تليفون وعندي شي مشاكل من هاد النوع غير يعلم من الله يرحم الوالدين. يعني بنادم داك النهار يعول جاي موضي ولا شي حاجه فهمتيني ما تعرف اخويا حيت حنا دابا راه هاد الناس دابا هاد الناس اللي كيقول لك اودي حنا راه ما كنتيقوش وهذا انا راه اصدق ذلك ومعاكم لانك ما عشتيش. وانا قلت لك استاذي هادي راه ماشي اول مره نعيش هاد الحاله هادي راه ثالث مره واخا نحيدوا هاد الحاله اللي حنا فيها شويه الغموض. انا الناس اللي تيقول لك اودي هادشي ما كاينش انا نعطيهم واحد الحاله اخرى اللي جاتني يعطوني هما بغيتهم حتى هما في لي كومونتير يعطونا التفسير التقني ديالهم نكونوا عقلانيين في هذا الموضوع هذا واعطوني نتوما التفسير. كان جانا واحد الهاتف كان جابوا لنا واحد السيد حيت حنا في الهاتف تيخصنا الاستلام لاكيزيسيون ناخذ الهاتف الوغ خصو يثبت لي يسني لنا شي اوراق بالما داك الهاتف ديالو تيتحمل هو المسؤوليه يمشي يجيبوا لي مشفر هذا وتيعطينا الكود ديالو هذا يعني في الاستلام من الهاتف باش ندخلوا الكود هذا. رجعت ليكرون ديال هذاك الهاتف حمراء حمراء بحال اللون ديال الدم وكديرها كتتزعزع هاي خاسره هذيك خاسره هذيك ليكرون غادي معك انا في الموضوع تيشد هو تيقول لنا لا لا هاكو تيقول لي لا 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 سي امين ما تخافش راه تيقرا عليه ما تيقيس حتى حاجه تيعاود يرجع وتيعاود يعطينا هذاك التليفون. لا حنا عقل لا انا عقلاني في الموضوع خاسره ليكرون غادي معك حتى انا غادي معك ايوا سير. كيفاش كتفسر ليا التليفون ولات فيه جوج ديال لي بارامتر شي ديك بارامتر ولات فيه جوج حتى دابا السيد حدانا في جوج بارامتر. المهم قلنا ليه صافي ياك عطيتنا هذا غير سير الله يسر حنا مع مشى دازت دازت شي 10 دقائق تبلوكاو لينا جوج نوامر الواتساب ديال الخدمه تبلوكاو تبلوكا لنا السونتر دابيل تستقبلوا لا مكالمات لا نرسل مكالمات مشات لينا الانترنت. شي واحد يفسر ليا علاش وقع هادشي تبلوكاو جوج نوامر دقه وحده الواتساب مشات ديك الساعه الانترنت ديك الساعه خسر. فسر لي انا الله يرحم الوالدين شي واحد يدير لنا في التعليقات يفسر لنا هاد المساله هادي حتى انا بغيت نعرف حتى انا والله الا بغيت غير شي واحد يريح لي قلبي. واخا سيدي لا صدفه حتى انا غادي معك سيدي ماشي مشكل صدفه واخا باش كتفسر لي انا تخلعت لا لا الله قلت للسيده لا لا حنا ما بقيناش بغينا ندوزوا هاد التليفون حنا بالشرع وبالله مع هاد السيد هذا هزي هاد التليفون الله يحفظك حطيه حاشاك في الطواليط مشات حطاته في الطواليط 10 دقائق رجعت الانترنت رجعوا الواتساب بات رجع كلشي كلشي دقه وحده رجع شي واحد يعطينا تفسير تقني لهاد المساله هادشي اللي بغيت عرفتيش غتقولوا لي كذاب ميمكنش حنا شركه ونخرج ونشوف الناس فهمتي ما جاتش نكذب وتقول الباترون عندنا كذاب ميمكنش فهمتيني يلا عطوني تفسير تقني يلا كتبوا لي في لي كومونتير.